السلام عليكم. في ده هعمل مثال تاني على البروجكشن برضو في حالة الكونتينيوس شبه اللي فات بس أصعب شوية. لو قلت إن ميو سي مثلا أوف إكس وواي برضو عبارة عن إي أس ناقص إكس ناقص واي لكل تربيع، ماشي، وعايز برضو أجيب الميو مثلا أوف إكس، عايز أجيب بروجكشن أوف إكس، ماشي، هعمل ايه ده الكلام ده ازاي؟ برضو ممكن افكر برضو انا عايز اماكسمايز هذا الشيء، عايز اجيب قيمه الواي اللي بتماكسمايز المعادله دي واعوض بيها، وساعتها هتكون دي هي الماكسيمم فاليو للميو بي اوف اكس اللي هي اصلا ميو بي اوف اكس ان هي بتعرفها ان هي الماكسيمم. طيب ممكن اقعد اجرب قيم مختلفه برضو للاكس، اجرب مثلا الاكس بيساوي سالب 10 مثلا، او الاكس بيساوي سالب 10، ايه قيمه الواي اللي تخلي دي ماكسيمم فاليو؟ عايز اماكسمايز دي، فانا محتاج برضو امينيمايز الباور. لو الاكس بيساوي سالب 10 المينيمم فاليو للباور مثلا ده حاجه مربعه، فالمينيمم فاليو بتاعته هتكون الزيرو. لو الاكس بيساوي سالب 10 فانا محتاج الواي تساوي سالب 10 برضو، عشان يبقى سالب 10 سالب سالب 10 يبقى زيرو اللي هي المينيمم فاليو بوسيبل للبسط، فده هيديني الماكسيمم فاليو للفانكشن. فلما الاكس سالب 10 عايز الواي بتساوي سالب 10، فانا عايز الواي بتساوي اكس، لان الكلام ده هيتحقق مهما كانت قيمه الاكس. لو الاكس بتساوي واي دايما ده هيساوي زيرو، فطول ما الاكس بتساوي واي ده هيساوي زيرو. وانا لازم اقول هنا ان الدومين بتاعي ان اليو اللي هو الدومين بتاع الاكس من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، او هو الار يعني، والفي برده هو الار اللي هو من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، ماشي. ساعتها قيمه الاكس والواي ممكن ياخدوا اي قيم، فممكن اجيب الواي بتساوي اكس، فهلاقي ان الميو بي اوف اكس بتساوي الماكسيمم فاليو لما الواي بتساوي اكس هيديني ايه؟ والصفر هيديني واحد، مهما كانت قيمه الاكس فده هيديني في الاخر ان الميو بي اوف اكس عامله كده. دي كده الاكس اكسس وده الميو اوف اكس او الميو بروجكشن اوف اكس، هلاقي ان هي حاجه عامله كده واحد مش واحد طول الوقت، ماشي. طيب بنفس الطريقه هلاقي ان الميو بروجكشن اوف واي برضه هلاقي، هشوف هدور هثبت هجيب قيمه الواي نود واغير كل قيم الاكس واشوف ايه قيمه الاكس اللي تجيب لي الماكسيمم فاليو لهذا الشيء اللي هو المينيمم فاليو للباور. هلاقي برده ان ده هيحصل لما تكون الاكس بتساوي واي، هلاقي برده في الاخر ايه والصفر هيديني هنا برده واحد. يبقى دلوقتي البروجيكشن بتاع هذا الشيء على الاكس زد بلين او الاكس ميو بلين هيساوي واحد، والبروجيكشن على الواي ميو بلين هيساوي واحد. طيب لو عايز احلها بشكل تاني ممكن احلها برده بالتفاضل. تعال نجيب الميو بي اوف اكس بالتفاضل، هلاقي ان هجيب تفاضل بالنسبة لواي، طالما انا بجيب الميو بي اوف اكس، طالما اجيب الميو اوف اكس يبقى انا هعوض عن اكس معينة اكس نود واجرب قيم كل الواي، فانا عايز افاضل بالنسبة للواي، الاكس نود بقت كونستنت وبفاضل بالنسبة للواي واجيب قيمة الواي اللي تماكسمايز الفانكشن. اي اس ناقص اكس نود ناقص واي لكل تربيع. طيب هفاضل ده هيديني اي اس ناقص اكس نود ناقص واي كل تربيع. مشتقة البسط بالنسبة للواي هيديني هنا 2 اكس نود ناقص واي نيجاتيف 1. الكلام ده كله هيساوي كام؟ هيساوي 0. ده عمره ما يساوي 0 وده عمره ما يساوي 0، هلاقي ان الواي بتساوي اكس نود. عوض بقى عن الواي بيساوي اكس نود في المعادلة الأصلية، هيديني ان الميو بي اوف اكس أو ميو بروجيكشن اوف اكس عبارة عن اي أس ناقص اكس نود ناقص اكس نود يو صفر واحد، نفس اللي احنا طلعناها عن طريق من غير ما نعمل تفاضل. طيب نفس الكلام بالنسبه للواي، هيبقى باي سيمتري، هيبقى نفس الكلام بالنسبه للواي. عايز اشوف الكلام ده على الماتلاب، يبقى انا محتاج اروح الماتلاب واغير بس المعادله بتاعتي. انا فات الماتلاب دي قبل كده اصلا، ماشي. نيجي تاني نعمل نفس اللي عملناه قبل كده، الاكس حرف نفس الجريد، ماشي. هاجي هقول ان الزد بس بدل كده هيبقى نيجاتيف 1 في اكس ناقص واي لكل تربيع، يعني كده الزد. انا ارسم السيرفس الاقي ان السيرفس اللي رسمه لي هو ده، نكبر الرسمه واجي هنا اعمل فيه ايه، ماشي. هو ده السيرفس اللي رسمه لي. طيب هذا الشيء لو جيت ابروجكته على الاكس بلين يبقى محتاج برضو اعمل اكون عمودي على
على البلين على الواي اكسس، هلاقي ان انا بقيت عامل حاجه عامله كده لحد ما بشوفش الواي اكسس خالص. يعني الواي هيبقى تقريبا كده، يعني تقريبا كده، يعني كده بقيت كاني مش تقريبا مش شايف الواي اكسس. يعني هلاقي ان قيمه فانكشن واحد اللي هي كده، لو عملت بروجكشن لهذا الشيء على الواي اكسس هلاقي ان القيمه واصله لحد واحد اللي هو الواحد اللي فوق ده، ماشي. لو جيت برضه بروجكت على الاكس اكسس مثلا هو زاويته تقريبا 45، فهلاقي ان انا برضه لو جيت بروجكت على الناحيه الثانيه هلاقي برضه الكلام هو ماله كده. ايه يا عم في مالك يا حبيبي؟ بس مش عارف الف كويس. بالمناسبة أنا ممكن نغير الفيو اللي بنبص بيها على طول من غير ما أقعد أغير بالروتيشن مارك دي عشان أجيبها بالظبط. يعني ممكن أجي هنا وأقول له مثلا فيو 00، فكده هو هيظبطها لي بحيث إن هي تكون مش فاكر مش عارف دي الإكس زد ولا الواي زد، بس هي واحد منهم يعني. طيب لو جيت هنا قلت له بدل 00 قلت له مثلا فيو 0 و90، هيجي هنا كده بص من فوق، يعني كده هنا من سالب 10 ل 10 ومن سالب 10 كده كانه بص من فوق. طيب لو جيت قلت له اجرب 0 0 90، نجرب 90 و0، هتلاقي ده الاسقاط الثاني، يعني ده اللي هو لو الثاني كان اكس زد ده هيبقى واي زد وهكذا. يعني بس مش كاتب الليبلز فمش مدرك بالظبط مين فين يعني، فانا مش لازم اقعد الف بايدي عشان اشوف البروجيكشن بالظبط. فالمهم البروجيكشنز الاثنين البروجيكشنز اللي يهمونا هنا هم ال 0 0 وال 90 وزيرو. طيب تمام. اخر مثال هقوله هنا ان انا عايز اعمل تعديل على الشكل ده بحيث ان انا اغير الرينج بتاع ولا الدومين بتاع الواي، بدل ما هو كل الريال نمبرز اخليه من زيرو لاتنين بس، فدي دي قيم الواي المسموح بيها. واي اكتر من اتنين مش تبعي، وواي اصغر من زيرو مش تبعي، وبرضو عايز اجيب الميو بي اوف اكس وميو بي، عايز اجيب الميو بي اوف اكس دلوقتي بس. طيب ونفس المعادله نفس هذا الشيء، فانا عايز اخد الكلام ده كله كده واكرره تحت. شيل بقى ده كده هنا كان ار، اجي تحت هنا كده. طيب نمشي نفس الطريقه، عايز اماكسمايز ده، عايز اجيب الميو اوف اكس، عايز اماكسمايز ده، انا عايز امينيمايز البسط. طيب الحاجه اللي بتمينيمايز البسط هي ان البسط ده يساوي زيرو، وده هيفضل فاليد طول ما الاكس بيساوي واي، او طول ما ينفع الواي تساوي اكس. الواي ينفع تساوي اكس لو الاكس من 0 ل 2، لان هي دي القيم الواي الممكنه. يعني لو جيت ارسم دلوقتي ادي الاكس وادي هنا مين؟ ادي الميو اوف اكس ده اللي هو البروجيكشن اللي انا عايز اجيبه، الميو بي اوف اكس اللي هو الميو بي اوف اكس ده. طيب لو الاكس من 0 ل 2 فانا هقدر اجيب قيم واي من 0 ل 2 تخلي لي ده ب 0، ولو ده ب 0 هيبقى يقيس 0 ب 1، فهيديني من 0 ل 2 هقدر اوصل للبروجيكشن 1 زي السؤال اللي فات. بس الفرق هيجي لو الاكس اكبر من 2. لو الاكس اكبر من 2 ايه قيمه الواي اللي محتاج احطها هنا عشان تماكسمايز دي؟ لو الاكس اكبر من الاكس، نفترض الاكس ب 3 مثلا، الاكس ب 3 ممكن احط نجرب قيم الواي الممكنه، لو الاكس ب 3 والواي ب 2 هيديني اي اس ناقص 1، فكده ات واي بتساوي 2. لو جربت واي بتساوي، لو جربت الواي بيساوي 0 الاقي اي اس ناقص 3 تربيع اللي هي اي اس ناقص 9. هشوف مين اكبر، ده اكبر ولا ده اكبر؟ واضح طبعا ده اكبر. يبقى اذا لو الاكس اكبر من 2 هلاقي ان الواي تساوي 2، ان الواي بتساوي 2 هي اللي هتديني الماكسيمم فاليو مش الزيرو، هتديني الماكسيمم فاليو. فهلاقي ان الميو بي اوف اكس، نقدر نكتبها بشكل نظيف، الميو بي اوف اكس تساوي لو الاكس من الزيرو لحد الاثنين هتساوي ايه؟ هتساوي 1 اللي هو الواحد ده. لو الاكس اكبر من 2 هيديني
اي اس ناقص هتشوز الواي الاثنين عشان ده اللي هيمينيمايز الباست وهيكسمايز الفانكشن، يبقى هنا اكس ناقص 2 تربيع. ماشي، لو الاكس اصغر من 0 اللي هو الجزء اللي باقي ده برضو نفكر، لو الاكس مثلا بسالب 10 اعوض بالواي بكام عشان اخلي دي اخلي ده ماكسيمم. لو الاكس بسالب 10 لقيت اكس بسالب 10، نجرب مره برضو 0 مره الاثنين. لو نيو سي اوف سالب 10 و0 هتساوي كام؟ هتساوي اي اس سالب، هنا سالب 10 سالب 0 تربيع، يديك اي اس ناقص 100. طيب ميو سي في سالب 10 ونجرب الاثنين، هدينا هنا اي اس ناقص الاكس بسالب 10 سالب 2 كام؟ دي سالب 12 تربيع، يديك اي اس ناقص 144. فدي اكبر من دي، يبقى اذا الزيرو هي المناسبه هنا اكتر من السالب 2. طيب الاول بس نرسم، انا هنا كنت وصلت المعادله دي، المعادله دي فاليد لما الاكس اكبر من 2. طب دي معادله ايه؟ دي معادله جاوسيان برضو، السنتر بتاعه عند الاثنين. فلو هرسم الجاوسيان هرسم جاوسيان كده، بس المعادله دي مش فاليد غير لو الاكس اكبر من 2، يبقى هرسم الجزء من الجاوسيان الاكبر من 2 بس اللي هو ده كده لحد لا نهايه. في الحالة اللي أصغر من الزيرو هلاقي إن التعويض عن الواي بيساوي زيرو هو الأحسن، فهيديني المعادلة إي أس ناقص إكس تربيع، بس من غير ناقص زيرو خلاص، يبقى هي إي أس ناقص إكس تربيع. فده معادلة جاوسيان برضو بس متمركز حوالين الزيرو، بس مش فاليد غير لو الإكس أصغر من زيرو، يبقى هيبقى نص جاوسيان عامل كده بس، طبعا نفس شبه اللي هناك ده بس عامل كده. فاذا هي دي ميو بي اوف اكس او دي ميو بروجكشن اوف اكس في الحاله اللي احنا اتكلمنا عنها دي، لما غيرت المدى او اللي اسمه ايه المجال بتاع الواي ما بقاش من ار. ماشي، فالمهم ان اليو والفي اللي بيديهوني مهمين جدا 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 في تحديد ايه اللي ينفع ارسمه وايه اللي مش هينفع او ايه الصح والغلط. يعني اخر حاجه عايز اجرب الكلام ده على الماتلاب، فانا بس كل هعمله حاجه على الماتلاب هنا، هاجي عند الجريد دي هغير بس قيمة الواي بدل من سالب 10 ل 10 اخليها مثلا من 0 لحد 2، كده غيرت قيمة الواي. ارسم نفس الزد تاني وبعدين ارسم السيرفس، هلاقي ان السيرفس اعمل كده. ماشي، عايز برضه اعمل البروجيكشن بتاعه على الاكس، فانا ممكن ابص من هنا كده، لو جيت ابص من هنا لحد ما الواي يتلغي هلاقي ان هو ده الشكل اللي يظهر قدامي، يعني كده خلاص بقيت عمودي عليه. فهلاقي ان انا بصيت على الاطار الخارجي هلاقي ان انا عندي هنا جاوسيان اهو بادئ عند الاثنين تقريبا. ممكن اظبط ده شويه، اظن هو لسه محتاج يظبط. ايوه طيب، ممكن اجرب اعمل الفيو اللي عملته قبل كده ده كده ونشوف. طيب ممكن اظبط بالظبط. ماشي، هلاقي عند الاثنين اهو، يعني هنلاقي ان هنا في جاوسيان من بره خالص الجاوسيان ده، وهنا الجزء الكونستانت اللي هو من 0 ل 2 اللي هرسمه هنا، ده الجزء ده 0 ل 2 برسمه هنا برده من 0 ل 2، والجزء ده من سالب ما لا نهايه لحد الزيرو برده جاوسيان. خلاص يبقى كده فعلا عرفنا ان البروجيكشن الحقيقي هو اللي انا رسمه ده. كويس يعني. طيب البروجيكشن على الواي، ممكن نشوف البروجيكشن على الواي عامل ازاي. لو جيت انا بدل الفيو ده خليته كده، لقيت البروجيكشن على الواي كل واحد، وده منطقي جدا لان انا هقدر ان البروجيكشن على الواي بغير قيمه الاكس اللي تماكسمايز الداله، والاكس متاحه من سالب ما نهايه ما نهايه، فهي اكيد متاحه من صفر لاثنين، هي متاحه لكل الرينج بتاع الواي. يعني في الاخر لو انا عايز ارسم البروجيكشن على الواي اكس هلاقيه اعمل كده. انا اصلا الواي مش معرفه غير من صفر لاثنين، يعني ده يعني هي بره الرينج ده، مش مفيش حاجه اسمها واي اساسا. وخلال الصفر الاثنين هقدر اجيب اكس بتساوي واي، فهقدر اجيب اي اس الصفر، فهقدر اجيب الواحد اللي هو الواحد ده كده. وخارج الصفر الاثنين ده مش تبعي، فانا ما اقدرش اقول ايه اللي هنا اصلا، خلاص دي حاجه مش تبع المسموح لي بالنسبه للواي. يعني هلاقي ده اللي هو رسمه هنا خلاص اللي هو واحد. تمام كده، اظن كفايه قوي على البروجكشن والسلندريكال اكستنشن. بس في سؤال كده تاني هقوله في الفيديو الجاي.